بسم الله الرحمن الرحيم. تنظن البادرة ديال تكريم ديال احد الرموز ديال النادي القنيطري اللي عاش واحد الفترة ذهبية وكان محتاج باش يعني نديروا ليه واحد التكريم اللي يليق بهذاك التاريخ اللي دار لا مع النادي القنيطري ولا مع حتى الفريق الوطني، تعيش واحد الظروف صعبة. حنا تنشكروا كاع الاخوان اللي ساهموا في هذا الانجاح ديال هذا التكريم هذا. تنشكروا الاخوان اللي ضحوا بالوقت ديالهم واللي ضحوا كذلك جاوا من مسافات بعيده من مدن كاع، من كازا، من الرباط، من وجده، من مكناس. يعني كاع الاخوان تنشكرهم على الحضور ديالهم، وتنظن هذا الشيء اقل شيء اللي ممكن نعملوه لواحد الشخص اللي تحتاج دعم معنوي ودعم مادي وتحتاج بزاف الاشياء. نتمنى ان شاء الله من شاد بادرات يبقاو يتكرروا، لانه كاينين الناس رموز وكاينين لاعبين اللي عطاو لهاد المدينه ولكن تنساو. للاسف المفروض الكلوب والنادي يكون حتى هو عنده واحد المساهمه في مثل هاد التظاهرات وهاد هاد التكريمات. تكون هذه بادره وتكون ان شاء الله انطلاقه لعدد من الاشخاص والرياضيين ولا اللاعبين يتم التكريم ديالهم في الحياه ديالهم. ونشكر الجميع ونتمنى ان شاء الله هذا التكريم يمر في ظروف مزيانه ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.